حطت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بمطار الحسن الأول بالعيون قادمة من جزر الكناري وعلى متنها أفراد من الجالية المغربية المقيمين بالخارج بعد استئناف الرحلات الدولية. المكتب الوطني للمطارات أرسى مخطط إقلاع يتوخى حماية مستعملي ومستخدمي المطارات وتوفير مسارات آمنة وإنسيابية للمسافرين. الرحلة 100% الحمد لله مزيانة، الاستقبال مزيان بالنسبة لسبالماس العيون، الطاقم ديال الطائرة الله يجزيهم بخير يعني رحبوا بنا مزيان، واللي رحب بنا هي المبادرة ديال سيدنا الله ينصره ويجزيه ويطول في عمره لنا، والحمد لله الرحلة جات مزيانة يعني في أحسن الظروف، ومتشوقين للأهل ومتشوقين للأحباب ومتشوقين للبلاد. الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير، دار أمور هو هذاك وجينا حتى هو بثمن مناسب، والحمد لله فرحانين بزاف باش رجعنا لبلادنا، داك هو المهم. وجرت العملية بمطار الحسن الأول في احترام تام للتدابير الاحترازية الصحية قصد توفير استقبال آمن ومطمئن للمسافرين بمراقبة من السلطات المختصة.